يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله في لقائنا 15 من لقاءات شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا ولا نزال في أسباب الطعن في الراوي. قلنا أسباب الطعن في الراوي 10، وهي الموجودة أمامنا على الشاشة، إما لكذب الراوي وسمينا حديثه موضوعا، وإما لتهمته بذلك، تهمته بالكذب وحديثه يسمى متروك، أو فحش غلطه ويسمى حديثه منكر، أو غفلته ويسمى حديثه منكر، أو فسقه ويسمى حديثه منكر كذلك، أو وهامه ويسمى حديثه معل، أو مخالفته. وهنا عند المخالفة اندرج عندنا مدرج الإسناد ومدرج المتن والمقلوب والمزيد والمضطرب. ووصلنا إلى السبب الثامن من أسباب الطعن، ألا وهو جهالة الراوي. والسبب التاسع بدعته، والسبب العاشر سوء حفظه. واليوم سنقف مع هذه الثلاثة إن شاء الله. نبدأ بالسبب الأول. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الجهالة، هذا حرف عطف معطوف، يعني ثم الطعن بجهالة الراوي. طيب، هذه الجهالة ما سببها؟ قال: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح. إذن ما هو الراوي المجهول؟ الراوي المجهول هو الراوي الذي لا يعرف بجرح ولا بتعديل، يعني لا يمكن أن نصنفه ضمن المعدلين فنقبل حديثه، ولا يمكن أن نصنفه ضمن المجروحين فنرد حديثه. ليش؟ قال: لعدم ورود جرح أو تعديل من قبل الأئمة الجهابذة في هذا الراوي. طيب، هذه الجهالة لماذا يجهل الراوي؟ ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أول سبب من أسباب هذه الجهالة، قال: أن الراوي تكثر نعوته، يعني صفاته، له اسم وله كنية وله لقب وله صفة وله حرفة من الحرف، خياط، بزاز، دهان إلى آخره، وكذلك نسبه إلى قبيلته أو إلى بلده. الآن له هذه النعوت الكثيرة، وهو مشهور بنعت واحد منها، فيأتي راوي من الرواة فيذكر هذا الراوي بغير ما اشتهر به، فيظن السامع أنه راو آخر، فيحصل الجهل بحاله. إذن كثرة نعوت راوي فيذكر بغير ما عرف. طيب، عندنا مثال. قال: نعم، عندنا مثال. مثلا عندنا كما يظهر أمامكم محمد بن السائب الكلبي، هذا كان عالم بالتفسير ولكنه متهم بالكذب من غلاة الرافضة. هذا غير اسمه المشهور، فبعضهم نسبه إلى جده فقال محمد بن بشر، وبعضهم غير اسمه فسماه بدل محمد قال حماد بن السائب، وبعضهم كناه فقال أبو النضر نسبة إلى بعض أولاده، وبعضهم كناه فقال أبو سعيد، وبعضهم قال أبو هشام. الآن هذا غاوي صار يظن أنه جماعة وهو في الأصل واحد، وهؤلاء الجماعة المذكورون أمامكم لم يرد فيهم جرح ولا تعديل، لأن الذي ورد فيه الجرح والتعديل هو اسمه المشهور به الذي هو محمد بن السائب الكلبي. فإذا يقول لنا الحافظ ابن حجر: وسببها أي الجهالة أن راوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به. قال: لغرض. ما هو هذا الغرض؟ قال: عندنا أغراض كثيرة. هذه الأغراض قال: قصد المفاخرة. إذا واحد ذكر والله مرة محمد بن بشر ومرة حماد بن السائب ومرة أبو النضر، فيظن أن عنده شيوخ كثير يفاخر بذلك، ومن ذلك التعمية.
أحيانا يعمي، يذكره بغير ما يعرف به حتى الذي أمامه لا يعرف من هو، يعميه عليه، وخصوصا إذا كان ضعيف. وأحيانا لصغر الشيخ، واحد أخذ من واحد أصغر منه وبحب يذكره، يعرف أمام الناس أن والله هذا شيخ أصغر منه، فيذكره بغير ما اشتهر به. وهذا سبق معنا إذا تذكرون، نسميه تدليس الإسناد. الآن الحافظ ابن حجر ماذا يقول لنا؟ قال: وصنفوا فيه الموضح، أي وصنفوا في هذا النوع أغواد الذين سموا بغير ما عرفوا به كتاب الموضح، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. وبعضهم قال الموضح، ولكن لعل الموضح هي الأغلب عند العلماء، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. هذا للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وعندنا كتاب ثاني ألفه عبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري رحمه الله تعالى، كتاب اسمه إيضاح الإشكال. إيضاح الإشكال. إذا ما فائدة هذه الكتب؟ فائدة هذه الكتب أن لا يظن أن الحديث من رواية جماعة من الرواة، بينما هو في الواقع من رواية راو واحد فقط. طبعا كتاب الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ذكر فيه الخطيب كما قلنا الرواة الذين يظن أنهم عدد وهم في الحقيقة واحد. وفائدة هذا الكتاب أنه ذكر مقدمة يعتذر فيها الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يعتذر في هذه المقدمة لجمعه أوهام كبار من أهل العلم كالإمام البخاري وابن معين وابي زرعة. وزاده نفعا هذا الكتاب ما حلاه به الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين، مطبوع في مجلدين. إذن هذه الجهالة، يعني لو أخذناها اليوم مثلا يجينا واحد حمصي يقول لي حدثني وصفي أحمد، مرة ثانية يقول لي حدثني وصفي الحمصي، مرة ثانية يقول لي حدثني الشيخ وصفي يوسف، مرة ثالثة يقول لي حدثني الشيخ وصفي عبد الجليل، ويقصد بذلك الشيخ وصفي المسدى رحمه الله تعالى. المرة الأولى عندما قال حدثني وصفي أحمد يقصد نسبته لأبيه، المرة الثانية عندما قال حدثني وصفي الحمصي يقصد نسبته إلى بلده، المرة الثالثة عندما قال حدثني وصف يوسف نسبه إلى جده، المرة الرابعة عندما قال حدثني وصف عبد الجليل نسبه إلى والد جده. ويقصد بذلك تكثير الشيوخ، يذكر الشيخ وصف المسدى رحمه الله تعالى بغير ما يعرف به، لأنه ما يعرف به الشيخ وصف المسدى رحمة الله عليه أنه هكذا الشيخ وصف المسدى. إذن هذا السبب الأول من أسباب الجهالة. ثم انتقل الإمام الحافظ رحمه الله تعالى فقال: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان. وقد يكون أراوي مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان. إذن هذا النوع من الحديث يسمى الوحدان. من أسباب الجهالة أن يكون راوي قليل الحديث، قليل الحديث، عنده حديث، عنده اثنين، عنده ثلاثة، عنده 10 حديث، هو ما له إيش طالب علم، ما له راوي من الرواة، وإنما سمع من أبوه، سمع من جده، سمع من الشيخ الحي اللي عنده أحاديث قليلة، أحاديث قليلة. عندما يكون عند راوي أحاديث قليلة، هذا داعي عندما يكون عنده حديث قليل لعدم اشتهاره بالعلم، هذا داعي لعدم اشتهاره برواية، لأن الناس ترغب بالذي عنده أسانيد، ترغب بالذي عنده روايات، ترغب بالذي عنده شيوخ كثر. وبالتالي إذا كان عنده أحاديث قليلة فإنه يقل الأخذ عن، يعني تلاميذه قلائل. الآن إذا لم يكن له إلا تلميذ واحد، هذا يسميه أهل الحديث بالوحدان، يسمونه بالوحدان. إذا ما تعرف حديث الوحدان، هو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولو سمي.
الآن لماذا أتى الحافظ ابن حجر مثلا، أو خلينا بمثال أبو العشراء الدارمي رحمه الله تعالى، هذا من التابعين، قال لم يروي عنه إلا حماد ابن سلمة، لم يروي عنه إلا حماد ابن سلمة. يقول للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وصنفوا فيه الوحدان، عندي كتاب الوحدان للإمام مسلم، وعندي كتاب المخزون للإمام الأزدي رحمه الله تعالى. الآن الوحدان لماذا ذكره هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ ذكره هنا ليقول لي الوحدان هو مظنة أن يكون راوي مجهولا. ما شرط أنه إذا كان عندي راوي وعنده أحاديث قليلة وما له إلا راوي واحد، ما شرط أن يكون مجهول، ولكن مظنة أن يكون مجهول. لأنه وجد عندنا مثلا عندنا في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، الأول فالأول، هذا رواه الصحابي مرداس الأسلمي رحمه الله تعالى، ولم يروي عنه إلا راو واحد هو قيس بن أبي حازم. هنا لا يضر، لأن هذا الذي روى عنه راو واحد وهو الوحدان الذي هو مرداس الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، لا يضر، لا نسميه مجهول، لأن الجهالة في الصحابة رضي الله عنهم لا تضر. كذلك عندي حديث مثلا عند البخاري إني لأعطي الرجل وأدعو والذي أدع أحب إلي، هذا الحديث رواه الصحابي عمرو بن تغلب، ولم يروي عن عمرو بن تغلب إلا الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهنا الوحدان إذا كان لم يروي عن راوي إلا راوي واحد لا يضر إذا كان في جهة الصحابة، أما إذا كان في غير جهة الصحابة ووجد عندنا راوي لم يروي عنه إلا راوي واحد ولم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا، فهذا يكون مجهولا. إذا لم يكن عنده إلا حديث واحد أو حديثان أو عشرة مثلا، ولم يكن عنده إلا تلميذ واحد أخذ عنه، فهذا يعني أنه لم يشتهر بالعلم، لم يشتهر برواية، وهذا في الغالب كما كنا مظنة أنه لا يعرفه العلماء، فلا يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا. وهذا كما سيمر معنا يقولون فيه مجهول العين إذا لم يعرف فيه لا جرح ولا تعديل. إذن وهذا معنى قول الحافظ ابن حجر وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان. ننتقل إلى أمر آخر، قال الحافظ رحمه الله تعالى أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. هنا ذكر لنا السبب الثالث من أسباب الجهالة. إذن السبب الأول من أسباب الجهالة أن الراوي تكثر نعوته فيذكر بغير ما يعرف. السبب الثاني من أسباب الجهالة الوحدان هي مظنة الجهالة. السبب الثالث يقول رحمه الله تعالى لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. مثلا يأتي ويقول لنا، طبعا هذا الذي لا يسميه الراوي اختصارا نسميه المبهم. ما معنى المبهم؟ قال من أغفل ذكر اسمه في الحديث من الرجال أو النساء في السند أو في المتن. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني يأتي ويقول لي أخبرني فلان، حدثني مثلا شيخ، حدثني رجل، أخبرني ابن فلان، أخبرني بعضهم، أخبرني جار لنا، أخبرني بعض أهل بلدنا في المتن أو في الإسناد. هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أو لا يسمى، يعني لا يسمى راوي. لماذا؟ ما السبب؟ اختصارا من الذي روى عنهم. قال وفيه المبهمات، يعني صنفوا لمعرفة هؤلاء المبهمين الذين لم يذكر أسماؤهم لا في السند ولا في المتن، ألفوا كتبا. هذه الكتب يسميها علماء الحديث بالمبهمات. مثل إيش مثلا؟ مثل عندنا مثلا كتاب الغوامض والمبهمات لعبد الغني بن سعيد الأزدي وهو مطبوع،
عندنا مثلا الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وهو مطبوع. عندنا مثلا غوامض الأسماء المبهمة الواقع في متون الأحاديث المسندة لابن بشكوال رحمه الله تعالى، ومن اسمه تعلم أنه خاص بمبهمات المتن. مثلا عندنا المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للإمام أبي زرعة العراقي رحمه الله تعالى ابن ولي الدين العراقي. عندنا مثلا في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وتقريب التهذيب، عندنا في هذه الكتب الثلاثة التي هي تراجم لرواة كتب الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء في عندنا فصل خاص لتعيين الأسماء المبهمة الواردة في متون الكتب السنة في كتب السنة الستة. ويعني كذلك كما قلنا يقع الإبهام في المتن. يقول الصحابي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهذا يسمى مبهم. فهذا سبب من أسباب الجهالة. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إذن أو لا يسمى اختصارا وفيه مبهما. ثم قال: طيب هذا المبهم إذا كان عندي رجل مبهم في السند وكذلك في المتن ما حكمه؟ قال: ولا يقبل المبهم، يعني هذا الخبر الذي فيه رجل مبهم، حدثني رجل حدثني شيخ، لا يقبل لا يقبل. إذن خبر المبهم لا يقبل حتى يسمى. إذا واحد اللي حدثني رجل لا أقبل منه هذا الخبر حتى يقول لي من حدثه. ليش؟ قال: لأن من شرط الحديث أو من شرط قبول الحديث حتى نقبل الحديث قلنا عدالة رواة وضبط رواة، عدالة رواة وضبط رواة. وهذا أبهم وهذا أخفي اسمه فلا نعرف عينه، ما نعرف مين هو حتى نعرف عدالته، حتى نعرف عدالته. وهذا المبهم في السند. أما مبهم المتن كما قلنا فلا يضر، يعني مثلا أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج كل عام، كل عام عندنا حج، هذا الرجل من هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرجل هو الأقرع بن حابس. هذا الإبهام في المتن لا يضر. متى يضر الإبهام؟ إذا كان في السند، إذا كان في السند. مثلا حديث ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر أصحابه بموعدها وليلتها، قال: فتلاحى رجلان، تلاحى رجلان، من هم هذان الرجلان؟ هذا يسمى مبهم، لكن لا يضر الإبهام في المتن. رجلان هما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد، تلك الصحابية التي أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة رفاعة القراظي، فقالت: يا رسول الله، ان رفاعة طلقني فأبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وانما معه مثل هدبة الثوب، الى اخر الحديث. من هي هذه الصحابية؟ ان امرأة، هذا يسمى مبهم، لكن هذا المبهم كما قلنا في المد لا يضر. هذه المرأة اسمها تميمة بنت وهب. إذا أردنا أن نعرف أسماء المبهمين نرجع إلى كتب المبهمات التي ذكرناها. إذن لا يقبل خبر المبهم إذا كان الإبهام أين؟ إذا كان الإبهام في السند، إذا كان الإبهام في السند. وذكرنا السبب، لأنه لا بد من عدالة وضبط الرواة، وهذا لا نعرف عينه، فكيف نعرف عدالته وضبطه؟ ثم انتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى مسألة، قال: ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ولو أبهم يعني لا يقبل خبر المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل. هذه المسألة تسمى مسألة التعديل على الإبهام، أو تسمى مسألة التعديل الضمني. التعديل الضمني، يأتيني أبو عامر فيقول لي: حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، لا يقول لي لا أروي إلا عن ثقة، يقول لي حدثني أحد الصالحين، يقول لي حدثني رجل من خيار المسلمين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا لا يقبل حديثه. ولو قال إنه ثقة،
ولو أبهم بلفظ التعديل. حدثني الثقة، هذه تعديل، قال لا يقبل. ليش؟ لأنه ربما يكون ثقة عند أبي عامر ضعيف ومجروح عند غيره، ضعيف ومجروح عند غيره، وإبهامه بهذه الصفة يوقع غيبة في القلب. طبعا ممن استعمل هذا المصطلح رجع الصوت سيدي. نعم سيدي، لم يظهر الصوت. رجع الصوت يا شيخ بلال. الله يبارك فيكم. طيب سيدي، طبعا ممن استعمل هذا التعديل الظني أو التعديل على الإبهام إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، كان يقول حدثني من لا أتهم، وكان يقول حدثني الثقة. تتبع العلماء ورحمهم الله تعالى هؤلاء الذين قال عنهم الشافعي ذلك، فقول الشافعي رحمه الله تعالى حدثني من لا أتهم، رأوا أنه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، وهذا هو عدل عند الشافعي رحمه الله تعالى، ولكنه ضعيف عند غيره. مثلا أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في هذا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، يقول قدري جهمي كل بلاء فيه، ويقول ابن معين رحمه الله تعالى يقول عنه كذاب رافضي. لكنه عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عند الإمام الشافعي مقبول. قيل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال له أخرج لي كتبك وصحائفك، وانتقى الأحاديث المقبولة من كتبه ومن صحائفه. وكذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حدثني الثقة، وقالوا هذا هو مسلم بن خالد المخزومي، وهو عند الشافعي مقبول، ولكنه عند غيره قالوا هو صدوق كثير الأوهام. وقد ألفت حديثا رسالة ماجستير لتعيين هؤلاء الرواة الذين قال عنهم الشافعي رحمه الله تعالى ذلك. ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. على الأصح يعني هناك خلاف. هناك من العلماء من قال إن كان قائل هذه العبارة حدثني الثقة، إن كان قائل ذلك تلك العبارة حدثني الثقة حدثني من لا أتهم، إذا كان عالما مجتهدا كالإمام الشافعي كالإمام أبي حنيفة كالإمام مالك، قالوا هذا أجزأه في حق من يوافقه في مذهبه، في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا هو المعتمد في حق من يقلد أحد الأئمة المتبوعين، أنه يعتمد على تصحيحهم ويعتمد على تضعيفهم، لأنهم مجتهدون في هذا العلم الذي هو علم الحديث أيضا رحم الله الجميع. انتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى قسم أو إلى تسمية المجهول، فماذا قال؟ قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. فإن سمي أراوي، قال حدثني أحمد بن محمد، قال فإن سمي وانفرد واحد عنه وفقط عنده راو واحد، عنده تلميذ واحد، قال فمجهول العين. إذا ما تعريف مجهول العين؟ قال هو من سمي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال لم يعرف فيه جرح ولا تعديل من قبل الأئمة رحمهم الله تعالى، لا يعرف أن فلان من العلماء كأحمد قال عنه ثقة، ولا يعرف أن فلان من العلماء كابن معين قال عنه أنه ضعيف، لا نعرف أنه جاء فيه جرح ولا تعديل. قال ولم يروي عنه إلا واحد من الرواة. قال هذا الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة التي تجدونها أمامكم على اللوحة، من اجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة نسميه مجهول العين، نسميه مجهول العين. طبعا ما حكم رواية مجهول العين؟ قال حكم رواية مجهول العين أن روايته مردودة. طيب ننتقل، لماذا مجهول العين روايته مردودة؟ قال روايته مردودة لأن شرط قبول الحديث عدالة كما قلنا وضبط رواة، وهذا لا تعرف عدالته ولا يعرف ضبطه، فهو سماه العلماء مجهول،
فروايته مردودة. ثم انتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إخواني لابد أن لابد من التركيز على هذه الأقسام لأنها ربما تكون متداخلة الآن، لو تعطوني انتباهكم قليلا. إذا عرفنا مجهول العين من سمي ولم يعرف بجرح ولا تعديل ولم يروي عنه إلا راو واحد. انتقل الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى قسم آخر فقال أو اثنان، يعني أو روى عنه اثنان، قال فصاعدا اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. إذا من هو مجهول الحال؟ عندنا مجهول العين عرفناه، الآن مجهول الحال. قال مجهول الحال من سمي، هذا الشرط الأول. قال ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل، هذا الشرط الثاني. قال وروى عنه اثنان فصاعدا، روى عنه اثنان فصاعدا، هذا ماذا نسميه الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة؟ قال الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة نسميه مجهول الحال، نسميه مجهول الحال. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سوى بين مجهول الحال وبين المستور، وبين المستور، وهذا من اختيارات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا التحقيق عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما كثير من العلماء فلهم تحقيق آخر بالنسبة للفرق بين مجهول الحال وبين المستور، وبين المستور. الآن سأعرض أمامكم أقسام الجهالة، أقسام الجهالة، وسيتبين معنا الفرق بين المستور وبين مجهول الحال. أقسام الجهالة: المبهم الذي لم يسمى. إذا قال حدثني رجل، حدثتني امرأة، حدثني شيخ، هذا لا يقبل ونسميه مبهم. هذا أولا. ثانيا مجهول العين من سمي، قال حدثني أحمد بن محمد، قال ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل، بحثنا في الكتب لم نجد في أحمد بن محمد لا جرح ولا تعديل، قال ولم يروي عنه إلا راو واحد، بحثنا في الكتب التي تبحث عن رواة وتتكلم عن تلاميذي وشيوخي أغواة فلم نجد عنه إلا راو واحد، هذا نسميه مجهول العين، مجهول العين. ننتقل إلى مجهول الحال. قال مجهول الحال هو من سمي، من سمي، قال أحمد بن محمد، قال ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل، بحثنا لم نجد جرح ولا تعديل. قال هنا لم يعرف فيه جرح ولا تعديل في مجهول الحال، لم نعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة. ما معنى ذلك؟ عندنا عدالة ظاهرة لغاوي. ما معنى عدالة ظاهرة لغاوي؟ عدالة ظاهرة لغاوي أن نسأل عنه محيطه، أن نسأل عنه أهل حيه، أهل بلده، يعني رجل صايم مصلي لم يأتي مفسق، هذه نسميها عدالة ظاهرة. وعندنا عدالة باطنة، عدالة باطنة قال هي القصد، ما مرتبته في الحديث، ما درجته في الحديث. إذن مجهول الحال لم تعرف لا عدالته الظاهرة، يعني سلوكه الظاهر بين البشر، ولم نعرف عدالته الباطنة، يعني هل هو ضابط أو حافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى عنه اثنان فصاعدا، هذا نسميه مجهول الحال. عندنا الرابع المستور. قال المستور هو من سمي ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل، لكن من ناحية عدالته الباطنة. ما معنى عدالته الباطنة؟ يعني سألنا عنه أهل حيه فقالوا هذا رجل ظاهره أنه عدل، أخلاقه حسنة، يصلي الصلوات الخمس إلى آخره، لكن لم يأتي ولم نعرف حاله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو ضابط، هل هو متقن أم غير ضابط وغير متقن. فهذا الفرق بين مجهول الحال وبين المستور. إذن المجهول الحال والمستور يجتمعان، أن الاثنين سمي أحمد بن محمد والاثنين غوى عنهما اثنان فصاعدا، لكن يفترقان. الآن مجهول الحال
لم تعرف عدالته لا الظاهرة ولا الباطنة، لا سلوكه الظاهر مع الناس ولا حفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجهول الحال عرفت عدالته الظاهرة، عرفناه أنه عدل في الظاهر، لكن عدالته الباطنة بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعرفها، ولم يذكر فيه العلماء لا جرحا ولا تعديلا في ذلك. بقي عندنا أخيرا المهمل. ما هو المهمل؟ قالوا المهمل هو من سمي ولم يتميز. واحد بيجينا بقول حدثني الشيخ أحمد. طيب الشيخ أحمد كم شيخ أحمد عنده بحمص؟ عندي 4-5 شيخ أحمد. قال هذا إذا سمي ولم يتميز نسميه مهمل، وهذا من أقسام الجهالة. أرجو إن شاء الله أن تكون وصلت الفكرة بما يتعلق بالجهالة. ننتقل إلى نوع آخر من الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. طبعا هذا عندنا السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، أن يكون راوي مبتدعا. هذا المبتدع إما أن يكون أتى ببدعة تستلزم التكفير، وإما أن يكون أتى ببدعة تستلزم التفسيق. نأخذ الأول، أتى ببدعة تستلزم التكفير، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، من اعتقد الجسمية لله عز وجل والعياذ بالله، من اعتقد أن الأئمة يتصرفون في الكون، هذا أتى ببدعة تستلزم التكفير. من أتى ببدعة تستلزم التكفير، هذه البدعة التي ذكرتها قلنا تستلزم التكفير، هي ليست كفرا صريحا، هي ليست كفرا صريحا، وإنما تؤدي تستلزم دلالة الالتزام، تستلزم التكفير. هذا من أتى ببدعة تستلزم التكفير يعني ارتكب باجتهاده. إذا عنده نص من النصوص باجتهاده، اجتهد أن هناك الجسمية لله عز وجل، هذه بدعته تستلزم التكفير باجتهاد. الآن أقيمت عليه الحجة من أهل العلم وأزيلت عنه هذه الشبهة، وأزيحت عنه هذه الشبهة، فأصر على بدعته المكفرة، فهذا يكفر على التعيين، نقول فلان كافر لأنه يقول بالجسمية لله عز وجل، فهذا الذي ترد روايته، هذا الذي ترد روايته. إذن الذي تعد روايته هو المكفر على التعيين، من أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، هذا الذي أتى ببدعة مكفرة، هذه لا يقبل صاحبها جمهور أهل العلم. طيب الثانية، قال والثاني يعني من أتى بمفسقة، من أتى ببدعة مفسقة، قال الثاني، يقول الحافظ ابن حجر والثاني يقبل أو يقبل من لم يكن داعية في الأصح، يقبل يعني حديثه من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى هذا ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي رحمه الله تعالى. طيب قلنا إذن الثاني من أتى ببدعة مفسقة، ويسمون هذا فسق الفكر والاعتقاد وفسق التأويل، لا فسق العمل ولا فسق السلوك. البدعة باختصار، ما هي البدعة باختصار؟ البدعة هي التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، البدعة المفسقة، من عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا ما هي البدعة؟
البدعة هي اعتقاد ما أحدث، اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط لا بمعاندة، لا بمعاندة، ولكن بنوع شبهة وتأويل، بنوع شبهة وتأويل. مثل مين؟ مثل الخوارج، ومثل الروافض، ومثل الجهمية، ومثل المرجئة، ومثل القدرية. وهذه المصطلحات مرت معنا بالتفصيل عندما تكلمنا عن الحديث الموضوع. يعني هذا المبتدع عنده شبهة أو تأويل يتكئ عليها. الآن هذا المبتدع ما حكم روايته عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يقبل من لم يكن داعية في الأصح. إذن يقبل أو تقبل رواية صاحب البدعة المفسقة عند الإمام الحافظ ابن حجر بشرطين، بشرطين طبعا، إضافة إلى ثبوت صلاحه، وإضافة إلى ثبوت ضبطه. إذن الصلاح والضبط هذا منتهيين منه. الآن المبتدع الذي أتى ببدعة مفسقة ثبت صلاحه وثبت ضبطه وحفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم رواياته؟ يقول لحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول يقول: ألا يكون داعياً إلى بدعته. ما معنى يكون داعياً إلى بدعته؟ يعني يناصر بدعته، يوالي عليها، يعادي عليها، هو خطيب، هو مناظر، يناظر، ينشر فكره بين الناس. هذا لا تقبل روايته، هذا لا تقبل روايته. أما عندي مثلاً صاحب بدعة ولكنه يكتم بدعته في نفسه، يعرفها أهله والأقربون منه، لا ينشرها ولا يدعو بها بين الناس، فهذا يقبل حديثه. والشرط الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: ألا يروي هذا المبتدع ما يقوي بدعته. يعني مثلا عندي رجل رافضي صاحب بدعة، صاحب بدعة، هذا رافضي روى لي حديثا في ذم أبي بكر وعمر فيرد، هذا يقوي بدعته. عندي رجل ناصيبي، والناصيبي هو بعكس الرافضي. عندي رجل ناصيبي أتى وروى لي حديثا في ذم الحسن والحسين، فهذا يقوي بدعته فيرد خبره هذا. ليش يرد؟ لأننا نخشى أن تكون هذه الرواية التي توافق بدعته مصطنعة من عنده لتأييد بدعته. طبعا بعد أن قال الحافظ ابن حجر والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني قال: إلا إن روى ما يقوي بدعته، إذا روى ما يقوي بدعته فيرد كذلك على المختار. قال: وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي وهو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق المتوفى سنة 59 و200، قال ذلك في كتاب له اسمه معرفة الرجال. إذن عندنا على الشاشة: ألا يكون داعيا إلى بدعته، وألا يروي ما يقوي بدعته. الآن لو نظرنا إلى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فماذا قال؟ قال: فيرد على المختار. كل كلمة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لها مدلولها، لها مدلولها. قال: على المختار، يعني هذا الذي أختاره. إذن هناك أقوال لأهل العلم أخرى بالنسبة لرواية المبتدع. الآن سيظهر عندكم شيء على الشاشة، يقول: المتأمل لصنيع الأئمة، لصنيع الأئمة، أئمة الحديث البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، أحمد إلى آخر، المتأمل لصنيع الأئمة في كتبهم وفي ممارساتهم وفي تطبيقهم العملي بقواعد المصطلح، يجد أنهم يعولون في قبول رواية المبتدع
على ضبطه وإتقانه، على ضبطه وإتقانه، يعني لا ينظرون إلى أنه داعي إلى بدعته أو غير داعي إلى بدعته، هذا صنيع الأئمة. كذلك الأمر الآخر، ما لم يروي حديثا منكرا، ما لم يروي حديثا منكرا. ما معنى حديثا منكرا؟ قال حديثا منكرا يؤيد بدعته ويخالف أصول، يؤيد بدعته ويخالف أصول، يخالف أصول موجودة عندنا أهل السنة والجماعة، موجودة في القرآن، موجودة في السنة، كليات وأصول. يعني مثلا عندنا عمران بن الخطاب، هذا كان خارجي ومن كبار الخوارج، روى عنه البخاري ومسلم. عندنا مثلا شبابة بن سوار، هذا مرجئي من كبارهم، روى كذلك عنه الأئمة. عندنا عباد بن يعقوب، هذا عباد بن يعقوب ماذا قال ابن خزيمة عندما روى عنه؟ قال حدثنا المتهم في دينه الثقة في حديثه. أكثر من الموضوعية عند علماء الحديث لا تقع. يقول حدثنا المتهم في دينه الثقة في حديثه، لأنه كان رافضي. وكثير من هؤلاء الذين ذكرتهم الآن وغيرهم، كثير منهم دعاة، بل كثير منهم كانوا يناظرون أهل السنة والجماعة، ومع ذلك أخرج لهم العلماء، أخرج لهم العلماء في كتبهم. مثلا عندنا علي بن ثابت، علي بن ثابت كان هذا إمام مسجد الشيعة، إمام مسجد الشيعة وقاضيهم، إمام وقاضي، الإمام والقاضي هذا بيكون داعي إلى بدعته، يعني يعطي دروس، يخطب الناس، يقضي بيناتهم إيش بما يوافق مذهبه. هذا علي، علي بن ثابت، روى الإمام له مسلم عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نرى أن هذا داعي إلى بدعته وإمام وقاضي الشيعة، وروى هنا ما يؤيد بدعته، لكن هذا الذي رواه غير منكر. لماذا غير منكر؟ لأنه في الحقيقة كل صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وهذا ليس خاصا بعلي. ومن علامة الإيمان كما في الحديث الصحيح حب الأنصار، ومن علامة المنافقين بغض الأنصار كما في الصحيح. إذن هذا صنيع أئمة أهل العلم في هذا الفن، أنهم يعملون في قبول رواية راوي المبتدع على صدقه وضبطه، ما لم يروي حديثا منكرا يقوي بدعته ويخالف الأصول. هذا نفسه زيد بن ثابت أو علي بن ثابت الذي تكلمت عنه أنه كان إمام الشيعة وقاضيهم، هذا نفسه إذا روى لنا حديثا منكرا يخالف الأصول، كان روى لنا حديثا في ذم أبي بكر أو ذم عمر رضي الله عنهم، هذا يرد حديثه، يعد حديثه. ثم انتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى نوع آخر من أنواع، وهو النوع الأخير من أسباب الطعن، من أسباب الطعن في الراوي، ألا وهو سوء الحفظ. ولكن بما أنه اليوم عندنا محاضرة بعد قليل والإخوة يريدون أن يجهزوا لذلك، نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا جزاك يا شيخ، يا شيخ بلال.